بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن دا وضيال كسو دو هذا برنامج كيني حقي حقيقة. انتي مداهيد وحن يوم مغليسين برنامج كلا اللي لا دبك هذا انا ايا من كلا نعم وذا داد هنين جامعا انكي بوس خيقة ها داد بضانو اذن كم دا انك استو اللي برنامج شاكل ايهين هدنا داد بانو اذن كم دا وحي يسوي الدين ايين ورنكي برها الكع ساحة وكباح ما نانا رك وإذن كم مقيهي برنامج كم صوم موغضو إذن كنو مرشاكتان حك كما هينو ساو حجرة نين كوان كوتحنين نين تالان تقول أبو أها إنو وحسو تشيديو حقاء دي برهيلك عن سهورت إلهي حمدي ما أنت وحن مركلة نو سورق شاي أمو إلهي حقي سكا سورق شاي إن و مركلة إنو يمادو كورسي كيسي سوافر يستو برنامج كيسي أسود ديار قروبو إساقا إنو شاكتون ماشو كمانا أراس إنو قلاي بارو مالينا يارو كل ليبه مركو نجد تجيء وحوهانين إسكا عادي هو كوفية ديال وطاء هذا لكن كيو دلالة يو فول اللي بدو ورد عرس ألو ألوين وده كألو شيء إنه عن لما قرر هك عن لقدا وانين هالك اللي سنو قلي سنو قلي مو واحد واحد كلمة ويا قرط لأن ضد نقطة حنا بحاجة شراء تعال أنا هذه هذه وح أنا كتشال ترى تايوي بلوج عرس حاجة نجد عرس كوينا لها أدب مارت لو قال لها تضواد بالسيب بومبونين لها كدي بالسوق قرين لها هالك المقالة دي سي ماركتي سيد كيو فود قاعد يركي دكان مركا كاس حاجة صم فرز الله ده سيد كاس صم فرز الله بل مرك كوباد وحد نوع ورنتا حاجات ماري مرت هذا ما سنتهاي ده وده عشان وانسلام يا وحن لها هاي شو صلا بشو ونعكسنا وعن مدون كلام مغنين وأح مركز ضد ضد كقار إلى السعودية كذا. ويا كوجا. حالة هيدو صحيح إدبا. هاي. كونا وحلا جايبا يعني إم بدن د مالي جلسوا حيران عيل جلسوا حيران عيل عيان وأي هدا سجيين والنك حاجة جلي مسافر بو جلي مع راس بكرة راس دوا باللوجان لهاي. وصل. بيوحنا مصلي. هاي. ضد بدن جلسوا وردونا كذا وحتى عن هري وحيرها عن أورهين. كوا ضد أصحابنا هين أو أن حليلي جرى يجا نمركي أي إيوين يجا صور دوني باكرة وحالة ده إذا محاوي سي أي أوجادان يصوب تان وقام مقنا هاي وبرامج جدي أما جارهم برامج كي حقي حقيقة ومدوين كان سن هول وساقر مركا هرتا واي كمان صار لعبتي الحمد لله وأنا عفمات قبا وأنا أركسان لا لا كيجا بشي ملبك بشي ملبك هدي عن الله يسلم وكسر نور بنان الله هاي بلما لما جينا وحوقا حانون بانكو يرها مقنا مدلوا اسبوع اي وحوان مقنا ومالين هيا هدي انا خلصنا اسبوع كدو ها سد اسبوع كدو حقدو كدو سن ما لو اسبوع اي وحوقا اسبوع بوحا اي ميد ولي بس سبتي ان كالي شوقي بهيدون برامج انا قالي وانا حد ام مساسا قسية ها هاي مالكا سد اسبوع قدر سنة ادي حالي مقوانا حيال كنت لو اسبوع اي وحبا يترسن لو اسبوع اي مانو سيد عادي قال أسبوع حلو يغنى أنت بدن سنين إلى كم عالو يغنى سيد عادي قال ترسل لكن أنا ما كان يغنو لو سبت إلى كم عوا أسبوع عنه مركا سبت إلى كم أسبوع يمد أحد إلى كم عها يا مغرى شلا كم عها ولي بأسبوع يبو حي شلا كم عها ما شاف سوين من رافر ليه وحفيز كحدا زبوري مركا وان كان قريه بين حسن حفيظ كان توصل لامه لمده كم مقرن وقت اي بين حسن ان انا صاحبنا كان صوبحي بان ميلان تلف كان لقيت وان كان وادجدك صوره كو غشارك وان ومحمد عبد السعيد مركا وان مشان بل ما كسو عشيني مركا انا ضن ان كلهين يا واحد حفيظ كان ماي ما كدوني بودي وانا وحربي انا كان ما كو دادي وان وان مركا وحان كودي waxaan rabaa inaad markuu dhamaa xarta waxaan ku dhidi waxaan rabaa kuraasta inaan kala bedelo si uu sanuur bari subax ugu iimaanin iyagoo sidii uu uga tagay ah si uu ogaado in meesha nin uu uga dambeeyay waxaan sameeyay markaa kuraasta yaa duuba meel dhigtay baa mid meel dhigay miiskan xagan geeyay meesha aan sawir ku galay hadda waxa ay siri كراسي سيدي وان كدغي اي كلاود كراسي سو سو جيده كان هلكان دغي لايت سيدي سان كو دغي ميشنا سيدي اه يا كان وقت الباب كان مو حرنا كان لبا الباب وا ميد كششون با حرنا لبد شحرنا وا سدح الباب كان سو كان مو سن حرنا كان سو كان وان جيد اي وان دي وان كدغي
ما شاء الله وي مركا ادو حنحنونكا يار باد كومغناي حنونكاسا كومغنا وان ماد علينا يا دادكا ايغا سو وردوناي كو وخا جيره داد كلا ايسو ويديو داد كاني ايسو ويديو ما خا كو دحا ليس نسو كا ويديو داد ايغا سو وردونا جيره او ماد علينا يو رغي دوون باي سو جيره ان لدخو احمد او اصحابتي قرج قود كميدها انكا ديبان ليس ادو ماد علينا اسغانا او سو ويديو حالاديده كدينا ماكا او شيغاي وليبا مانكاستا حالاديده سي جوقتها او لا سوقدو ايسو ويديناي ان دعاينيه gabadh iyadana ismahan ducaal dhawda kan ugu xiran kamida ba iyadana waxa weeye aan mahad celinay iyadana ay ugu soo wardoontay xaaladdeeda way soo weydiisay oo dadka barnaamijka ku taxanaa markii ugu horeysay ay xiriir facebook ila soo sameysay ahayd aad baan ugu mahad celinay dhamaan dadka Soomaaliyeed ee ugu taxanaa ee itabayay ee muddo aan ka maqnaa ee imujiyay waxa weeye in aan ahaa qof ay jecel yihiin oo waxa weeye ay ku taxanaayeen baan u mahad celinayaa marka ee nimba hadda ka hor nin u yimaada wuxuu leeyahay inuu waxaan rabaa madaxtinimadeedii seen ku ogaada in ay waxa weeye hirgashay oo ay socotay markaas wuxuu waxad ku ogaan kartaa marka mucaarad yeelato yaad ogaan in fariintaadi ay gudubtay ilaa waxa kasta mucaaradii maxamed buleeyahay marka markii dad mucaarada kaas horjeedo madaxtinimada diidan ma ka arato yaad ogaan kartaa buu madaxtinimada ay hirgashay laakiin hadaa weeyd wax ku mucaaradsan ba wax ku mucaaradsan oo kaada waxa hadda weydaba meesha xukumeeyd wax badan ba ka maqa marka waxa weeyna dib badana salka isaga dhawaanayo oo wax isaga raqada marka marka waxaan ogaaday in dad Soomaaliyeed oo jecel oo nagu taxan anagu aan jecelay inay jireen baan ogaanay ama ogaaday oo xitaa hadii qof keen la waana tabi kara oo soo raadin kara oo dhig kara ninki xageeb abu ka bax aadiyad aad baad mahadsantay ilka casow ilaahay caafimaadka ku siyaadiyo muddo ayuu maartay xanuun iyo caajis naga maqnaa ilaahay fadligi maanta uu yimid shalay buu uu xafiiska yimid ilaa iyo maanta waa jooga waxaan rajaynaynaa inuu sii joogi doono caafimaadkiisuna uu taam sii noqon doono waan ku faraxsanahay inaad mar kale soo laabato caafimaad qaba sidoo kale wixii hadalkii wixii baa waa ku duub maanta hal mar hadla ilaa inta hadlaysan ibsareeyaa hal mar caaro ay sii deeyay aad iyo aad ku sii deeyay oo tagaadi waxa la aanu soo marka barnaamijkii xog iyo xaqiiqo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa bal hadii rabbi qadaro in muddo oo baaki naga jiray ilka casow waa kan ogeyn oo dowladda federaalka iyo isku mayna fiicnayn maamul goboleedka Jubaland intii muddo ah waa kuwii muddo hal sanaba ku dhawaa kuwii isdaba ordayay ciidamo iyo colaad muuqata isu muujinay dalka Soomaaliya doorasho ku soo foodlaho dabcan waxaad moodaa inuu san siyaasadiisu aysan sidii hore u deganayn oo maadaama campaign doorasho uu hadda soo galay baarlamaankii iyo waxna ay kala aragtiyeen noqdeen oo aqalkii sare ay ku baaqeen in la qabto doorasho doorashada la qabto si walba ahaataba markii hadda aad loo la aadayay Jabuuti shirkii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkii uu madaxweynuhu aadayay warqad aan stamp lahayn baa kasoo baxday Jubaland kasoo baxday xaaladda aan idaaho fala Soomaaliya oo la yiri muddo laba sano oo sanad waliba u tagay yaanu aqoonsanay madaxweynaha Jubaland bal warqadda dib aan ka falanqayn doonaa iyo waxa ay laga jawaabay say tahay haatan waxa la sheegayaa in khadka telefoonka ay ku wada hadleen labada madaxweynaha ee Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya xan Cabdullaahi Farmaajo iyo xan Islaam waxaan kala soconnaa xiriirkaasi labada dhinac nuru aad ma santahay horta warbaahinta qaar ayaa hawshan ay qaada dhigay qarkoodna way qoreen inkastoo hadda Jubaland markaan feeriyay aan raacay warbaahintada wali aan ku arag wax arintaas ku saabsan waxaan dhici karta inay san jirin wax weyn oo hadda isla gaaray laakiin wuxuu sida hadda warbaahinta qaar ay qoreen ay ahayd salaan is xukumeysi isa garaabad wixii dhacay iyo in wixii madow ahaa ee jiray ee khilaaf ahaa la dhameeyay muhiimadda khadka telefoonka uu leeyahay waxa kamid ah maadaama ragan ama Jubaland dadka faaka muddo aysan isku fiicnayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku dhawaaqay kulan ay isugu imaanayaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in intaan la isu imanin ee aan la isa salaamin gacmaha la isu ruuxin in bal wax uga la siiyay hagaajiye xiriirkii wallahi saxaabada ha ilaan ragar afka isu tuuriyo muddo kala maqnaa khilaaf u dhixay haddii meel hadda isugu yimaadaan waxa dhici karta waa inay hal mar isku soo boodaan haa marka waa in inta ka hor xaaladda la sidajiya oo waxa weeye la sii heshiya oo waxa weeye jawi degan oo isfaham leh la abuuraa marka qariibna maahan in waxa weeye ay wada hadlaan maadaama dawladda federaalka ay sheegtay inay aqoonsatay maamulka Jubaland garaha madaxweynaha Jubaland muddo laba sano labada sano wixii ka dambeeyayna waxa weeye la soo dhisay maamul loo wada dhan yahay sayuushay ayagu haasay sheegeen dadka cabanayaan ay qayb uga noqdaan maamulka kulli warqadaas dib baan uga iman doonaa xilliga ay ku soo beegantay iyo sababaha keenay laakiin wada hadalka hadda khadka telefoonka warbaahinta qaar ay daabaceen
وهردعة كلن كده وكل واقعي الحين محمد عبد الله فرماج كأدنا إن ما ضحى مع مركبات هذا إيو دول دفتر لك أي مقدشة وكل ميان ويسوق وجوجل ودكين هري وحاول جري باق إن أي سوي مادن ومرتجلين تيسا ومسؤوليدي أو قاتم إذا حناه بتنزع عبد الله الديني مسؤول الجلمة المذاكاس مودو يتمالدو حا يسجنا كل واقعي لفت جرن إذا حناه كون فرق البيت يسجنا مسؤول تجلين على سيدي شري حوي لأن كان سيدا مريه وكلاتي كوا دنا مدحوني في الماجي إنه من قبلية ولاحظوا سيدا رشاد اللي هو هشيو سي خلافات كان يفهم واجد شراء لودمي لكن تي إن مرتي حوي أي دو دفعك حال شخص هذا يكون واخذه مدحوينه هنا وحال غير بقى إنه عيبه أركي إن سي أو مدحويني فضل رالك أها ومالك يدورنا يجي خبدي الله ليه س وبرمع كأخريني مدحويني كلام من غنيا نمضان من غنيا إن حدنا ما مول جبلاد مدحويني ويسوي يرد دو دفتر عليك إيه دو الجبلاد هذي سخلافات كل واحد ليه ويسوي عيب وأركي أو يسوي ومقدش مالك بحسن وتجو تقدر عدد وحو حلك وأركي إيه إنا يقروح بانتها إن ما مول جبلاد يسوي يسوي يرد ومقدش اللي يسوي ما ده دو اللي دفتر عليك إيه ما مول جبلاد هذي بقى أي حوي أيارك كوال هذا، مرك جبلان أيده ويسود ويسي إن الله كل ما وين أقبل شيء إنك استوبتنا أيده أي قاعدة عليه كلن كاسي وأنا عقبات هرب وأكهر ما نسي مرك جبلان وين أقبل جبلان أيده وين أقبل شو مالك وزير دوله نقل اللي جري حرس جاني يا الله مالك ورقت صوب بحدي وجبلان تفي ورسي وحوي شغين إن أي أقبلان هذا الكأه إن الله كل ما وجبلان مدبضا أما مدير أي دنيسي إن الله كل ما وحي خلافات يوحي من مدوى أجري لقى وده الله وحوي حلقة جاره مركا إن الله وده مدعونها جبلان مدحناها دولة فلاك أي وده الله وحق قريبة ماهن وحينا وجيت كي وها سدي كلن ككهر يقول حاري يفهم وحوي لو جاري لها الله بعضنا يجوا معناها هرئيس يفهمه إصلاص وها الله وحي مرت يفهموها إيو خلاف كي مدة سو جري يجوا حليه إنه سوي مادان كدبنا لسك عن قاض أي مهمة دو أي هاي مركا خلاف كنا أنت بدل أنت كسو وكهري وحكرنا شيء دولد دولد جولك جبلان دار الشيء ذكر على بيشة قصة الله يكون يسوي عليه طبعاً كي ودولد فضلك أي شيء تأني سن أقوان سنين مدنا وزير داريمها جده دي بيشتين تيا فضلك أي ورقة فربنا صار يسوي لها دار الشيء جبلان وحكرك مجرد دار الشيء على قوانيا مركا waxaa jirta arimo hadda aniga markaan saa u fiiriyo aan ogaado oo ah in madaxda federaalka uu sareysa garaha madaxweynaha wasaaraha mar walba wixii negative aha ay iska ilaaliyaan laakiin qofka marka shaqada ay u dhiibteen ay saaraan khaladka tusaalahan Jubaland waxa saaraa xayiraado dhaqaale marka sanadta dhaqaalaha waxa saaraa mid dowlimaad ba saaraa ta dhaqaalaha ayaa kule muxuu aha eeda kule wasiirka maaliyadda beeli بيلا حلك لا يا يا دلا سارة والبعد دي حاولوا سحمة وحلقة بيلا إنه يسعزل هذا وحوي وحن أوردن كدم بيه كدم بيه هي تنها وذا وحالها مسؤولية ده وزير أمار أيوة شغال بديبتين هدي مك حاولوا أي سحمة أمار أمار بقى هذا سكلي إلا حد مركو إنك استود دول ده هذا هذا يدو سجود وقانت لكن هذا سجارة أولا وزير كي وحوي حاولش علىها حاولش علىها وين مركو إن جرى في عنا وناجا مركو يجرتو إذا ما رجال iyaga iyada wasiir gashadi wasiir gashadi gale ay markii ma iyo fiican oo wanaag ay jirto villa somalia ya askale tusaraha man ku sheegay salaa wana sanad dadku ay ku fahmi karaan ku sheegi karaan markii waraaqahad ma aqoonsan Jubaland li jiray soo saari jiray wasiirka arimaha gudaha warqadii ma ka dhaxay ka soo baxday villa somalia inta wanaaga markii ay rabaan in kalsooni ay ku soo jiitan iyaga sameeyay iyaga qaata انت نيجاتيف هي الربان مركه ان قف ايد لو سارنا وزيرده اي شقد ديبتين يا ورد سو سار باي دهان سو سار ادي سار مركه ورده حد ورقده waxay inay wasaaradda arimaha gudaha ka soo baxday wasaaradda arimaha gudaha iyada dhigta dowlad ma aqoonsanin ee doorasho Jubaland ka dhacday xor iyo xaalad ma soo dhicin mid aqoonsan yahay ma ahan iyada kun waraaqo soo saartay iyada kun waraaqo soo saartay mid ugu dambeysay mar dhawid ba ahayd marka haddana waxay iyada inay soo saarto markii soo saarisana waxay ahayd warqada ay soo saarayso inay waxa weeye ay ku qeexdo qodobada dastuurka oo keenaya sababta ay u aqoonsadeen ilaa iyaga la waxba kama jira shalay hadana iyagu ma yiri
وانا قانصن مركز قلب الدستور يا سواق الدستور يا سواق عتام بعيد وانا أول ما دونا تيجوا بلاني يتمحى كل دواني مركز هذا ورقدن وحاهد ما جاء في الله سماه كسب بعيدي وزارة داري ما يقول أي كسب ويا الكعسو قد ما صنط هاي وحات شيء تيجوا بلان وأكبر شيء مركز هو رئيسي إن ما رتيلا كل ما بنت اللان وتيجوا بلان أنا نقنا إن سكوت عدنايان شركة وين قاعدة عادي الله بقى قلب سيم معقول كل غنايا بنت اللان وقاعدة عادي إن تيجوا بلان شركة قيبش سيم معقول كل غن تكلس دايم معقول كون نقن يلا اي دولته فدرالكو هل سنه اقوى هل سنه هذا وحارسن اي اقون سنه حمد مدوب اي تري هل سنه اقون سنه ولي ورقداسي استام حتى ماله تشبلان اي دي دي ان اي كقيب غشادنا شري دولته فدرال قوانيس او حمر وتق مدحويني احد مع اسلان سي معقول يدان كون نقن مرتو ما سنتهي هرتو ورقدن وجيتك لو ساري وجيتك لو ساري ورقدن في الصومال كسبخدي احمد واقونسدي وجيدين كلا دوان بين لهيد كو مدام مدحوينه محمد الله فرماج رزوارها يا قدوميها بارلمانك اي كقب غليان شركي ودها الصومال لان جيبوتي شركونا حيل حساسه او كسو بيغما دولدان هدا وقتي اسي دمانيه وجيتك لغلا و هو حددك ديرده اي وسارنتاي كلانكاس اي كدليلي مدحوينها ان حيل وقتي سو دمانيه او الصومال ودها هلكيده او غلاي سون كونفورت بهشيس لهين ان ددك لغه جيديو اني فلان قيان ارنتاس او اي كو دغانادان مدحوينها واي وخي لو دليلاي معارضك اي ددك ما ارتا سياسه دولته فاك نقديه كو دليلاي وخوها مدحوينه كو ايدو مدخليدكيسي او غوغوي هي ود هادلكي سومااليلاند اي سومااليا قبتي صدح سنه هور مو قبانين او خيلك او جوغي لابا كونفورت هيشيس لما هانو دولت غوبليدك جوبلان اي بوتن وا مقنيين او خلاف قال دحيه een saaku qaban karo doorashadii muran baa ka taagan oo waxa weeye macada meeshii aadays ee heshiis laga ma ahan ee gudoomiyihii waxa weeye aqalka sare wuxuu ku baaqay oo ugu duu saaray in maamul goboladeed oo dadka la isugu yeero waxa jirtay cadaadiska imanay baasha caalamka gaar ahaan Mareykanka kale oo ku baaqay in madaxweynuhu uu qabto muddo dheer ilaa sanadkii hore ay lahaayeen dawladda federaalka waa inay qabataa kulan ee waa in maartay khilaafaadkan ee ragaadiyay hormarkii in waxa weeye in laga heshiiyo oo magobladeed dowlad faraak ay wada hadlaan waxyaabahaas ba keenay waay marka taas ba marka waxay keentay in waxa weeye madaxweynuhu uu ku intuusan bixin koow uu ku baaqo kulan dhaxmaray magobladeed dowlad federaalka oo muqdisho ka dhacay oo isugu yeeray baaqeeda isaga u lahaa kulankana uu suuro galay magobladeed qaar ay isan ka soo qayb galeen axmed oo waxa weeye aan maartay la aqoonsanin oo loo yeerin iyagoo waraaq soo bixin oo aan la aqoonsanayn oo san axmed ka soo qayb gali karin maadaama dadu faaqay ida ay shaqtay inay san aqoonsanayn axmed inuu yahay maamulka awood leh ee Jubaland ka jira oo aysan jirin maamul kale oo loo yeeri karo oo waxa weey awood leh oo shirka soo Jubaland lagu sheegi karo madaxweynihii waxa weey golaha wasiirada baarlamaan leh oo ciidan leh waxa loo ogaaday axmed inuu yahay awood koobaad ee Jubaland ka jirta qasabna ay tahay in lala xaaltamo marka maadaama aysan fuul u aqoonsan karin marka ayagu ay sheegeen in ay waxa weeye xaraan ku yimid ee xaraan ku yimid qasab waxa ku noqotay iyaga in maartay ay wuxuun saabsaabeyaan oo ay dhahan laba sanan aqoonsanay haday 4 sanan aqoonsan lahaayeen iyaga waxa weeye lagu dhalin laha maxaad inta waxa weeye dhibaato u soo wadeen dadka cun qabateenta ugu wadeen inta waxa weeye iyaga dambi kale ku noqonaysa ha takala warqada soo baxday waan iman doonaa warqada deen iyo waxa aan aragnay Puntland iyo Jubaland labada mar walba shir kasto oo Muqdisho la soo yeero dowlad federaalka isku mowqif ay ka ahayn hadii ay ka qayb gal noqotana way ka wada qayb gali jireen hadii ay qaadacan noqotana way wada qaadici jireen hada maadaama aan dhayto markii warqadan ay soo baxday ee Jubaland iyaga ay dhahayaan shirkaas waan aqbalo waan ka qayb galinaa Puntland ay qaadacday kulliiba waxa laga yaaba ee Puntland iyo Jubaland aad bay isugu xiran yihiin in Puntland lagu qanciyo kulankaas inay ka qayb gasho erga loo diro oo madaxweyne farmaajo xitaa uu la hadlo deen iyo telefoonka uu dhaho kulanka ka soo qayb gal in waxa weeye marka la xaliyo oo madaxweynaha uu hawsha galo madaxweynaha dowlad federaalka ee macquul bay tahay Puntland lagu waxa weeye lagu qanciyo in kulanka ay ka soo qayb gasho Jubaland kulli wixii dambe galka maan doona urumahay laakiin wasiir xirsi wuxuu sheegay in ay aqbaleen muddo badan ay ku baaqayeen waxa weeye kulan noocaas ay wada hadal ayna ka qayb gali doonaan buu isagu sheegay wareysigii maalinta warqada ay soo baxday TV-ga maxalliga garan midka Jubaland marka maamul goboleedka kala taa iyaga waxa weeye galmudug kirshabeelle iyo
koonfur galbeedna iyaga hadda wax culays ah dhankooda kama jiro inay ka soo qayb galayaan iyaga way iska cadahay inkastoo aysan Hirshabeelle iyada gooni u taagnay iyada lafteeda ah ee inkastoo wali aysan ka soo horjeesan iyaga laakiin aamuskoodu wuxuu weeyahay inay ku qanacayaan ka qayb galayaan oo saddexda maamulba sameyntooda oo dhulka ka dambeysay Hirshabeelle markii dawladdi waxa weeye maamulka ka jiray markii dawladda faraga timaaday yaa arfa loo qaday Cali Cabdulla Cali Cabdulla Cusble waxaa la keenay ninkan hadda madaxweynaha ka waare waare ee oo asagoo kulli saameen aad balaaran malahan ee qorqor iyo wuxuu aha lafta garan ayagu waa ugu wasiir federaalka ee hayna dawladda ay waxa weeye doorashoodi ka dambeysay marka saddex maamul waxa uu ogtay aamuskooda inay aqbaleen iyaga waxa weeye in ay ka qayb galayaan kulankaasi ee labadan maamulba markuu taala Jubaland waa aqbashay kulli inkastoo warqada wixii ayaga aqoonsiga ahaa ay diideen Puntland waxa laga yaabaa ugu dambeyn in lagu qanciyo inay ka soo qayb gasho hadii Puntland ay diido Jubaland iyadana waxa laga yaabaa in ay go'aankeeda wax ka bedesho oo dhahdo ilaa Puntland waa inay timaado hadii Puntland imaanin anaguna waxa weeye marka laakiin si kastaba waxaan leenahay waa inuu tanaasul yimaada Puntland waa inay soo dabacda waa in lagu qanciyo iyadana inay kulanka ka soo qayb gasho Jubaland waa inay ka qayb gasho waa in la soo yimaado waa in la wada hadlo si wixii madmadow iyo khilaaf ah jira waxa weeye loo xaliyo waxa imaanana warqada ka soo baxday Villa Somalia maalinka madaxweynaha uu Djibouti aaday oo ahayd in shirkaasi dadka looga jeediyo oo waxa weeye meesha xagga lagu mashquulo warqada Villa Somalia ka soo baxday hal qodob oo dastuuri ah oo ay soo xigtay ma jirin totally warqada soo qoray oo intii loo fikiray la iska soo qorosaanay sanan dhahna ahayd bay ahayd warqad laakiin warqad sharciyad ku dhisan ma ahayn marka warqad waxay ahayd si degdeg ah la iska soo saaray oo laga yaabo habeenkii xitaa madaxweynuhu intuu san bixin in la yiri madam xagga aanu soconno Jubaland iyo Puntland khilaaf u jira oo ay maqan yihiin beesha caalamka inuu u caadinayso inaan wada hadalo bal wuxuuna iska qorro taasay marka ahayd warqad hadda waxa weeye qodobada Suuriya ay ku jireen ma ahayn marka warqada Jubaland ba uga dhaweyd sharci ahaan ma kala dhawayo waayo warqada Jubaland waxay soo xigtay horta aniga maalinkii gurigaan joogay maalmaha iska xanuunsanaa baa idinka soo roonaa ee gurigaan joogay aad baan Jubaland la socday warqad soo saari doonaan ee isla markiina way hadlaan warqad inay soo saarayaan way sheegeen marka warbaahintoodan inta dur taagna Facebook ah ama TV ga ahade ee warqada soo saarayaan qaabka noqon doonto marka muddo marka warqada ay saacadahay yaqaatay in laga fikiro oo la soo saaro qodobka dastuurka waa loo xuskaday tusaale ahaan dastuurka federaalka iyo midka Jubaland labadaba way ku xuseen Jubaland in doorasho markii la dhaho dastuurka federaalka waxa ku qoran in doorasho maamul goboleed maray ka dhacayso in waxa weeye dastuurka dowlad goboleedyada ay leeyihiin lagu dabaqayo oo lagu dabaqayo madaxweyne markii la doornayo baarlamaan golaha wasiirada madaxweynuhu soo magacaabayo wax kasta oo dowlad goboleedka in dastuurkaas iyaga ay leeyihiin looga dambeynay yuu ka weyn oranaya kan yarnaas oranaya kan yar ee waxa weeye dowlad goboleedkana saas oranaya marka way iswaafaqsan yihiin labadaba kan federaalka kan maamul goboleedada halka way iska waafaqsan yihiin waxay iskaga soo horjeedaan malahan laakiin waxa ka hor imaanaya rabitaanka federaalka ee ah qof annaga aan rabin meesha yuuna joogin hadduu siyaasadanadii iyo waxa annaga aan wadna caqabad ku noqdana meesha iskaga tago axmedna mar walba markay doorashada dhacday kadib mar walba wadahadal diyaar buu ahaa oo ayna ka ahayn axmed meesha ka tag inta aan ka ahayn axmed meesha ka tag waxaan ahayn isaga diyaar buu ahaa wadahadal in la wadahadlo markaasna waxa weeye qodobada Suuriya marka labada warqood markii la fiiriyo tan federaalka iyo tan Jubaland baa waxay uga dhaweyd sharci ahaan marka loo eego qodobada dastuuriga ee ay soo qaateen oo ahayd warqad micna ku dhisan laakiin tan federaalka warqad dad fikirkooda iyo macnaha rabitaankooda iyo qaab marka ay rabaan isaga dhigay ayay ahayd oo saa loo soo saaray axmed marka muu ku qasbanaa inuu ka jawaabo warqadaas mise waxay ahayd maadaama marka hore waxba loo diidanaaba haddana laba sano la aqoonsaday inuu alxamdulillah uu shib iska dhaho soomaalida waxay dhahdaa ma fefer lahow ama adkaysi dambi axmed warqada inuu ka jawaabo qasab bay ku ahayd warqada markuu waxa weeye ka jawaabayeyna si caman u dhihin waan diidnay labada sano laakiin waxay dhaheen doorashada aan qabsanay mid sharci ahayd waxaana qeexaya
دستور كنّا أو ما مقبلات كف ذلك قي حية دستور بأن أمر ري دستور كاسة نجا كنت أجنانين أو أنفعية وحكي كسور جدا ما وحكي كسور جدا وحوي شقكم منهن وأنا شرع ضر ده صدهن لكن سي ما رتي ما ينردهن وين دين ما ينردهن لكن دس قلبك دستور جاي صحيحتين باقي حية إني كسوه جدا لواصلنا كملجاركا أي أقوم صتي مركا ورقد مركا ورقد شرع كل إنسان بهيد صح أحمد مك إنه هاش هوشون ورقد كسو صاره وقاب دستور وجد جوابه قصب بيكو هيد هدي أوسن كجواب الهين دورشة صوص عطها مدحونا فرماجة أمو تج أمو صلا مكره هدي أوصلا عطنا ويقبان هدي وأمصلها هدي أوصلا عطنا ويقبان هدي وأمصلها هدي أوصلا ودولة كلا تمعدنا ويقبان ويقبان يدنا ويقبان يدنا هيد وقت يسمو كده معنا وحليلها معنك وحوي ورقدنا صوص عري معنا كهالدين وحوي وين هذا وحوي حلك هاي قوة ما هذي دورشة وين قبتها أما أدو قلت لك أما جوج ولكن لو أنا دور شقبتها ضدكي سياسة إذا كوهي سنة وأنا كسوة قيب قلام أحمد مركة وكوقص بنا مركة سيدة حافة اللوغة جواب سيدة حافة اللوغة لها مركة أنت وحوي حالي بهاشي وحاي دياك تماهد أما دقونتا حركي اللوغو حلي لو حالي سحولة كزيتا دياك تنو عالها من دي اللوغة لها ورحاف كزو حالتا مركة أحمد عدي وآموسي لها تاسكو نغل حركي اللوغو حلي سحولة ku qaadan lahaa way hadda ku qasban inuu ka jawaabo hadda marka say uga jawaabeyna si degan dastuur yaba dastuur yahay aan dib lahayn oo ilbaxa yahay way ilkaasow gabagabadii baan ku jirnaa markaan hadda mayna ka hadlaynin qof walba iyo dhaliish uu leeyahay laakiin warqada ka hadlaynaa hadda warqadii way soo baxeen شوبلان ورقد جديد ميكون موجسي يعني إذا سووا حاسة وقولوا يدو نا دستور كهذا يدستور كفدرال كقطعنا إذا كان دورشة هو قبتن دورشة دنا أي تايم دافر سنة حل كهذا دولة فدرال كل اللي بواي أرك تايم ورقد جديد لديدي ورقدنا وحنكسو قاعد إن أنا بلان أي واحد بلان بي يا بلان سي نا يوتشرن محيي نقول كلام بس لا بلان بي جود يا بلان سي جود هرتا وحالي هذا الوحو أمان لي هاي انت فاك وجره هذا أحمد إستاق وحباك ما قلن ورقد بوصاري لا بلا أقوان صدي موقتا لكن دولة فضل عالكا إيجا أحمد وانا أقوان صدي ويكسوا بحضي هذا ما ديه كرام مركا ما أقوان صدي ما ديه كرام وحي كرام مركا وحو نقود دوناون ولا هذا المبو نقونايا ولا هذا المبو نقونايا يقابك إيجا أي هوشن أي وجهان وحي كلي عقبتها أي كي مادة لكن هذا وحي وضعها أفرن دولة فدرالكا أختي دوا جبا جبا ولا سفر بدن بس كتيرة دارشة دي بسودو عبد بحاشي بان أجن هاي ورقة سوا ساري أو جودي مجعابي وكوين كيس اللي ودري هذه ورقة قارة إلى هايين كوين كيس اللي بعد ها كوين كيس اللي بعد ورقة قارة إلى هايين موشين بالجو هذا هذا محركي ورقة قارة قرية عقبضة سوو الجهي موشين عبد الحاشي وايو عبد الحاشي هذا واحد صوابها موشين لو كان كارل ودري كارل مجرو انت بانتكو حايدة هنوانين اضاي اها او حاوي مرول با سمها شعل شعل سمها كتاليا ورقاد هذا وصوص انا دبان با وحايلها واقي سلسلات دي قلب لقا حان واندي هذا لو يلي وراسمك اللي قاد يو يلي وحاي ساكتي انان ننك يتوس الى هذا عبد الحاشي ورقد انه مره راسه ساريح اي هوشن نو له هي لكن عدي عارض اتو حاله دوال قبتاي حدو حدو استوقفتنا وا خير وي اي من ذاك له حتى هذه موشن لكن عبد الحاشي هم عنا وفدي وبا دمال وقتي وقتي وبا دمال وقتي وبا دمال اي حتى صار لو سنه جوج اما سنه واحد جودي لا ديلا موشن لكن وهم باهان لهي لكن حدو واحد عنا هذا حلك وكفديو جام جيرين بوايو وقتي هذا وا دمال كفديو ودن باي بارلمانك وا افرمي قدوميها قدوميها ما حبنا ندور شوين كحلي ميري طبيعي لو أتنك بيشان كهر بالجو ولا أنا برمك خبوط جديسو ما مر قبل هذا واحد البنا يعني يجنا إن كهر لقبته كلن كما مر قبل هذا فضل على كسي لا والله الله أنت أيسن ورقدة أنت أيسن حلي ميري أيسن أربعة دور شوين كهذا عبد الحاشي سق كل يبقى دبلو إسقطي حلي وحوي إنك استو مرة ولا جرب بعدنا حلي دم به ayuu dabay isqabtay ee dad badan aad boo soo dhawayay mucaaradka kale tii maamul goboleedyada aad boo soo dhawayay hadalkii Cabdi Xaashi iyo gudiga uu sameeyay laakiin waxa muuqatay in wax oo gaar lagu diray ku xeyntiisi
labaad ee oo dadka qaar ay in badan warbaahinta qaar ay qorayeen motion baa laga wada Cabdi Xaashi xilka looga xayoobinayo laakiin hada macna weyn adoo motionkaas ku fadhiyo ma jiro mana muuqataa dad xilka qaaday sadda Cabdi Xaashi oo motion ah inay suuragal karto in gudoomiyaha labaad ee Cabdi Xaashi lagu diray inay maahwana isku haybiin maagi jiray niyahow ninkaas aniga haddu ma bigu horeysiba aqoon booma lahayn ba ee uu jiray laakiin hada ani laba nin baan aqaanaa Bukhari iyo Abshir Bukhari iyo waxa weeye gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdi Xaashi inta gudoomiye dhanaa buu ahaa sabab aan loo aqoon karin maba jirtay kan ku xigeenkiisa buu ahaa nin dhalinyaro ah buu ahaa goob joog warbaahinta ninkii waxa weeye iskala weeye ee mashaariic horumarineed oo iskuulo uu ka dhisaa jirta galmudug ee oo kamid ah ragga mucaaradka ah ee dowladda federaalka mucaaradka saa ku ahaa ee galmudug ka soo jeedo kamid ah amaka nin muuqdu ahaa nin kale laakiin nin muuqdu ma ahayn ba hadda ay weeriso maalmood markaan youtube ka sawirkiisa xitaa garay oo ku gareeray marka inay madaxweena isku way dhici kartaa laakiin ana aqoon umri ilaah aad baad ma tan taayil kacso waayahay bal halkaan ku joojinay barnaamijku inuu dheeraaday ee waxaanu ku falanqeynaynay bal xiriirka dhaxmaray habeen hore labada madaxweyne iyo waxa dhici kara iyo warqaqihii ay soo kala saaray labada dhinac barnaamijkan mid la mid intaas ugu soo noqon doono waa Nuur iyo Barreel kacso idin leh